واحد بيقول هل يسمح رقصيا للزواج في عقد الاكليل يوم الرفاع؟ ما معنى كده انه هيصبح فاطر ولا هيصبح صايم؟ يعني مش مسألة حرفية قانون. يعني واحد هيتجوز واحدة في ليلة الرفاع، الصبحية يوكلها طعمية، ولا هيفك صيامه، ولا هيفطر، ولا ايه الحكاية؟ ما هو الرفاع يعني يرفع يده عن الأطعمة الفطاري، ومن ضمن الفطاري الحياة الزوجية، الإفطاري برضه.